السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة علشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهارده بيتكلم عن النجم محمد رمضان والنجم جوزيف عطية، هما الاتنين كانوا في احدى مطاعم دبي وما سلموش على بعض هما الاتنين، وكل واحد كان قاعد في حتة. ده كان بيكسر الاطباق، مشغول بيها بصراحة، يعني تكسير الاطباق. وعلشان العلم بس، طلعت تكسير الاطباق دي عادة يونانية كتحية، يعني انه بيخش المطعم بيكسر الاطباق دي حاجة مش حالة عصبية ولا حاجة، لا دي حاجة، دي تحية، يعني حاجة غريبة، تحية غريبة. وان محمد رمضان كان مع الممثلة الهندية وكان طبعا مشغول بمعجبينه، واللفت الانظار ان محمد رمضان كان لابس نفس الجاكيت بتاع جوزيف عطية اللي كان لابسه قبل كده في مرة من المرات، وما اتقابلتش وما حصلش ولا سلام ولا كلام ما بينهم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش ان هنا ودايما وبس هتلاقوا كل الاخبار الجديدة، فهتدوروا وتحتاروا ليه؟ ولا تدور ولا تحتار، خش على القناة وانت هتعرف كل خبر جديد بإذن الله.